اهلا وسهلا مشاهدينا، نواصل معكم دفق الشروق الصباح الحي والاولى فقرات محطات الصباحات النديه. الرحمه والمغفره للفنان اللي حو، التحيه صباحا للفنان الجميل الشاب عصمت بكري. يعني الوضوح، احنا ناس بنعيش حياتنا الحلوه بالنيه السليمه، أها. لكن مرات يعني الحياه النوايا تسبق اي شيء اكيد طبعا، يعني وفي ظروف ثانيه ممكن تجبرك انه ما دري نقول انه ما تعيش حياتك بالنيه السليمه، انما تعاني من بعض الاوضاع الاقتصاديه في البلاد. لما نذكر كلمات كبيره جدا اقتصاديا الانسان ممكن قد يكون ما فاهمها، لكن هو عايشها. على سبيل المثال كلمه التقشف، لما نقول تقشف اقتصادي معناه في مشكلة كبيرة جدا في البلاد، مشكلة أثرت على الوضع الراهن، أثرت على المواطن، أثرت على الحياة المعيشية. لما نقول تقشف بمعنى أنه أنت ممكن تكون متقشف في حياتك الخاصة، بمعنى أنك تقلل مصرفاتك، تقلل من الصرف اليومي، يعني إذا كان في حاجات معينة أنت بتجيبها كل يوم الصباح مثلا، مواد تموينية معينة، مواد مختلفة، أنت هتضطر أنك تقللها نسبة، لأنه الوضع بقى غير مناسب، المال بقى ما كافي للاحتياجات اللي أنت كنت دائما متعود أنك تجيبها. لما تحصل الحاجة دي على مستوى الدولة بيكون هنا أكثر صعوبة، على مستوى الفرد تقدر تتعايش معاه لأنه تكون عارف الميزانية الخاصة بك وباحتياجاتك كيف، لكن لما نقول تغشف اقتصادي على مستوى الدولة ده كبير جدا جدا، ده موضوع صعب جدا جدا بيؤثر سلبا من كل النواحي. ما عايزين نخوض اكثر من كده في تفاصيل قد يبدو احنا ما فهمناها كثيرا نسبه للوضع الراهن، لكن داخل الاستوديو معنا خبير اقتصادي حاضر عشان يحدثنا عن مفهوم التغشف والانكماش الاقتصادي. اهلا بك دكتور وائل فهمي بدوي، خبير اقتصادي، صباح الخير عليك. صباح النور، وعليكم السلام والسلام على الحضور. اهلا وسهلا. طبعا يا دكتور، الشماعة الكبيرة اللي نحن دائما بنخوض على كل هموم الوطن اللي هي كانت الضغوطات الخارجية على السودان، يعني الحظر الاقتصادي الكبير على السودان وأثر عنده تأثير سلبي على الإيرادات اللي بتجينا من برا، على الدعم، على شكل الشركات والمستثمرين في السودان أيضا. ولكن عندما نتكلم كما أسلفت لينا عن التقشف الاقتصادي أو الانكماش الاقتصادي، الحديث يحتاج أكثر تفصيلا. شنو يعني تقشف اقتصادي أو انكماش؟ بسم الله، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. وأبدأ بس زي ما أنت قلتي مظبوط جدا، إنه موازنة الأسرة ما زي موازنة الدولة، يعني في اختلاف كبير جدا جدا في القرارات بين قرار الدولة وقرار الأسرة. التقشف المالي عادة هو مقصود به إنه يكفلوا العجز بتاع الموازنة بتاعت الدولة، فبتلقى لأنه في زيادة في الإيرادات ونقص تقريبا في المصروفات. ما بتكون بالمعنى ده، لكن هي في النسب بتاعت الزيادات، يعني زيادة الإيرادات بتكون أكبر من زيادة المصروفات. وده عشان يقدروا يكفلوا الجاب أو الفجوة المخلوقة في الموازنة العامة. انت بديت بداية مضبوطة انه الموارد الخارجية ونحن بنعتمد عليها وكده، ده بتوقف على استراتيجية الحكومة. يعني هل الحكومة معتمدة على الذات ام معتمدة على الخارج؟ يعني ده الفرق الكبير في ايوه صحيح. نعم. يعني انت في اسرتك كان معتمد، يعني مثلا انا مثلا اذا كنت معتمد على اخواني برا يصرفوا علي، يمكن اتكاسل هنا، يعني في اداء الميزانيه بتاعتي بتكون مهدده. صحيح مظبوط. يعني هو في تشابه على فكره، يعني في تشابه بين ميزانيه الاسره وميزانيه الدوله، لكن ما في تماثل، يعني التاثير بتاعه مختلف خالص. يعني الاقل تاثيرا هو الاسره، اقل تاثيرا من الدوله. الاسره دي سهله، يعني بتتدبر، ما زي بتاعت الدوله. طيب استراتيجية الاعتماد هي الحكومة، هل هي معتمدة على الخارج ولا معتمدة على الداخل؟ الدول المستقرة وميزانياتها المستقرة هي المعتمدة على الداخل أكثر من الخارج. يعني نقدر نقول مثلا دكتور وائل إنه يعني الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد هو حالة تقشف. نعم. اقتصادي يعني واضح تماما. واضح طبعا. واضح، يعني هو لو قرينا الموازنة أنا أفضل، ورغم انه في واحده من الاهداف اللي هم بيتكلموا عليه انه ملتزمين بشكل صارم للتقشف
للإنفاق غير الضروري. يعني شنو دي ما موضحة الضروري. الإنفاق الغير ضروري هو شنو؟ يعني دي ما واضحة لي. لكن وبحيث إنه لا يمس معيشة المواطن، ده كلام ما مظبوط، لأنه التضخم اللي هي هتخلق الموازنة، لأنه في تضخم التقشف يا إخوانا بيؤدي للانكماش أيا كان، ما في حاجة في النص يعني. فأنت إذا كنت عايز تعمل تقشف عبر التضخم، يعني القوة الشرائية بتاعت العملة بتاعتك أو القوة الشرائية بتاعت قروشك تنخفض زي ما أنت قلتي وبتنقص، ما بتقدر تشتري بنفس القروش الكمية اللي كنت مبارح بتشتري بها، بتكون أقل الليلة، ده تقشف. فالتضخم هيكون كارثة في تحقيق تقشف الأسرة، ميزانية الأسرة يعني. يبقى إذا أنت كيف ما حتنسى المعيشة بتاعت المواطن. ده الغير ضروري ظهر جليا إنه ممكن يأثر سلبا. لأنه يعني تكلمنا الآن إحنا في مرحلة حقيقية في تضخم كبير جدا على مستوى الدولة، اقتصاد الدولة، حتى في تنفيذ الموازنة والإصلاحات الجديدة منها الهيكل الراتب الجديد وتفاصيل أخرى اللي هي برضو أثرت على العجز الميزاني بتاع الموازنة. نشوف كل يوم الأسعار في زيادة، ونحن نتكلم عن الإنفاق غير ضروري، في إنفاق كثير جدا لتفاصيل مهدرة. فإلى أي مدى ممكن تشكل الرقابة الحقيقية لضبط الأسعار، ضبط الاقتصاد السوداني؟ يعني ما المطلوب وأنت عضو في اللجنة الاقتصادية الجديدة؟ يعني هو التنظيم بتاع الأسواق وتفعيل القوانين بتاعة الأسواق، وما في دولة فاك السوق أي سوق بشكل عادي كده، يعني ده أهم من إنك تتخذ أي قرارات اقتصادية قبلية. يعني أنت مفروض قبلا تنظم السوق بتاعك، وفي قوانين لازم تفعيلها، وفي نفس الوقت في إجراءات كثيرة جدا جدا في من وزارات كثيرة تتخذ تجاه الأسواق دي لضبط حركة الأسواق وتوفير السلعة بالأسعار المناسبة. غير كده يعني ما بتقدر تضبط الأسعار، يعني أنت ما تتحجج ليه حرية العرض والطلب. أتحدى واحد يجيب لي في أوروبا ولا في أمريكا إنه في حرية العرض والطلب دي بالمعنى اللي هو بيقوله. المشكلة الرئيس وين يعني؟ الهسة المواطن السوداني إنه ما في قوانين منظمة للأسواق. والمطلوب شو المطلوب؟ المطلوب تنظيم الأسواق، تنظيم وتفعيل القوانين اللي بتردع، وتفعيل القوانين بتردع السلوكيات الضارة بثبات العرض وثبات الاداء بتاع الاسواق. يعني الحاصل الان في الوضع الراهن زي قلنا، يعني كيف ممكن يؤثر التقشف على الوضع الاقتصادي؟ ده سؤال، انه كيف يؤثر التقشف على الوضع الاقتصادي؟ لما نقول تقشف انكماش الواضح للعيان، يعني كلمه انكماش شويه بتحس انه فيها اطمئنان، لكن الحاصل تمدد. يعني كل ما زادت الاسعار رفعوا الرواتب، ارتفعت الرواتب، الا انه الاسعار في ازدياد. يعني كل يوم احنا نسمع الاسعار في زياده، في زياده مخيفه جدا، في تمدد كبير جدا في الزياده، ونحن بنتكلم عن انه التاثير ده تاثير سلبي كبير. كيف يؤثر يعني التغشم على الوضع الاقتصادي؟ ويعني ممكن نصل لاي مرحله ما درينا نتشائم، لكن اي مرحله ممكن تكون سلبيه في الوضع الراهن؟ يعني هي طبعا ما عندها علاقه بالتشاؤم والتفاؤل، هي علاقه بالحسابات. بالحسابات، النتيجة اللي بديه لها الحسابات خلاص، يعني كان متشائم ولا متفائل هذا ما موضوعنا نحن. الميزانية نفسها معترفة بالانكماش، يعني الناتج المحلي الإجمالي ككل حينكمش، قالت بمعدل 3%. يعني في تقليص في جانب معروضات السلع الموجودة في السوق. الكلام ده للأسف الشديد من ميزانية الركاب لما رفع الدولار من 6 جنيه ل 18 جنيه في 2018. من الوقت ذاك الانتاج بتاع البلد قاعد ينقص، يعني الندرة بتزيد. ده معناته انه السياسات بتاعت الصدمة اللي طبقت علينا حتى الآن دي السنة الثالثة معناته ما بتؤدي لتدهور رهيب. الدولار كل يوم وكل زيادة، ما هو عن طريق التضخم. انت ماذا يعني يعني تقليص الانتاج بتاع البلد؟ القاعده الضريبيه او القاعده الايراديه للموازنه العامه بتتقلص، يعني انت بتحلم على انك تزيد لكن حتعصر المواطن في معيشته. لكن الايرادات لو كان نامي كان بيكون اوسع، بتقلل الضغط على المواطن. لكن مع تقليص الانتاج بالتاكيد حيزيد عليك الايرادات. الايرادات منك
وهو معترف انه حيرفع الضرائب وحيزيد القيمه المضافه والى اخره. اها دكتور، انت اشرت لنقطه مهمه جدا، انه معظم الدول المتقدمه الان واللي هي في مصاف الدول المنتجه هي اللي بتعتمد على ذاتها في توفير وسائل الانتاج، وبرضه تفعيل يعني الايدي العامله من اجل الانتاج ايضا والكسب. ومعظم الدول اللي هي منهارة تماما تعتمد على الهبات الخارجية ممكن تجيها في شكل الدعومات، هي ممكن تختزل في تفاصيل معينة. فأهمية أنه نحن نتجه للاتجاه الحقيقي جدا في عملية الانتاج، نحن في مرحلة جديدة عكس الاعتماد الكلي على الإيرادات اللي بتجينا من الخارج أو الهبات اللي ممكن تكون مهدرة في تفاصيل كثيرة جدا. تنشيط الاقتصاد بيتوقف على السياسات. يعني أنت إذا كان لسه ماشي بنفس السياسة بتاعت التقشف، شوف الاقتصاد بيعتمد على أهم علاقة في تنشيطه أو تثبيته، الإنفاق والشراء. صرفك دخلي وصرفي دخلك. شوف القاعدة دي لو انكسرت أو تقلص الصرف بتاعي وخلافه، التشغيل بتاعك هيقل والتشغيل بتاعي هيقل. يبقى العطالة والتشغيل والإنتاج والإنتاجية بتوقف على هذه العلاقة بتاعت الصرف والدخل. إذا ما كانت مستقرة الفلو أو التيار بتاع ده اللي هو حسب يقولوا عايزين يثبتوا الاقتصاد، وفي الواقع الاقتصاد ماشي لتهت. صحيح. لأنه كسر العلاقة دي. نعم. كسر العلاقة بتاعت الإنفاق الدخل. دي لما تنكسر معناتها أنا مثلا أنا أوفر فرص عمل صعبة. ولو وفرت فرص العمل الموجودة الدخل هيكون ضعيف، وكل ما كان الدخل أضعف كل ما الانكماش حصل. فالتقشف بيؤدي إلى الانكماش، والمشكلة إنه إذا استمرت نفس السياسات بتؤدي إلى ركود طويل المدى. يعني أنت هتقعد فترة طويلة عاطل أو شغال بدخل ضعيف جدا جدا، ودي الكارثة اللي نحن عايزين نقاومها حسا. لأنه الاستراتيجية الماشية على الدولة دي، استراتيجية الاعتماد على الخارج دي استراتيجية ما مجدية، يعني منذ فراعنة عندنا نحن هنا في أراضينا، يعني كانوا بيعتمدوا على الذات، يعني والتجربة ناجحة وموجودة في القرآن. يعني فليه يعني نحن نستمر في الاعتماد على الخارج بطريقة غريبة جدا؟ يعني في حال الاستمرارية، يعني ماذا سيحدث في حال الاستمرارية؟ ركود طويل المدى. إذا استمرت هذه السياسات بهذه الطريقة وبنفس الاستراتيجيه بتاعت الاعتماد على الخارج، يبقى ركود طويل المدى. ركود طويل المدى يعني بذات المفهوم، ولا بيكون في تغيير للأسوأ؟ يعني هو الركود ده معناته أسوأ. انت ماشي طيب، ما عايز اقول ريسيشن، بالانجليزي بسموها ستاجنيشن، يعني النمو بيصل لحد الصفر او سالب. اللي هو حسنا احنا عايشينه من 2018 لغايه حسنا حتى الان. طيب يا دكتور، السؤال يعني كل ما تاتي او ياتي وزير ماليه، خاصه في فتره الحكومه الانتقاليه الان، السيد البدوي اشار ل يعني ميزانيه اللي هي شملت ايضا زياده الاجور بالنسبه للعاملين. فبنشوف بيتم وضع ميزانيه، ومن ثم ثاني مباشر بيتم التعديل في الميزانيه بناء على ما يحدث من كوارث او كذا او كذا. فاهميه وضع ميزانيه متماسكه تلبي احتياجات المرحله الكليه على حسب وضعها يعني الكلي. هو طبعا الناس تكلمت كثير جدا عن الزياده في الاجور. هي الزياده في الاجور في ذاتها ما مشكله، يعني ما بالضروره تسبب في تضخم زي ما الناس بتتصور، الا يمكن في القطاع الخاص، يمكن باعتبار انها تكاليف عليه، يعني بتتسبب يمكن في زياده اسعار السلع بغالي من منظور التكاليف. لكن من منظور الدوله ممكن يكون ده تحفيز للاقتصاد، ممكن يكون تنشيط للاقتصاد، لكن هو عبء على الموازنه وبيزيد العجز طبعا. طيب هو المشكله، يعني مشكله الزياده في الاجور هو على عجز الموازنه، والحكومه ما عندها ايرادات ولسه معتمده على العالم الخارجي. طيب ودي ايرادات وهميه. بس في اضافه يا لينا، يعني في اشاره انت ذكرت الجانب انه ما حيؤثر سلبا، ولكن الان هو اثر سلبا بدليل ان وزيره الماليه يعني خرجت في بيان انه يتم تقليل الاجور من هالبدلات الممنوحه لبعض الموظفين في كل المؤسسات الحكوميه، لانه جائحه كورونا هي اثرت سلبا على الميزانيه الكليه بالنسبه للدوله. في الايرادات هي بسيطه، لذلك الانفاق حيكون ما بالصوره المطلوبه. يعني
لا بس هو ظاهر في سوء فهم للحكايه بتاعت الكلام بتاع الوزيره السيده الوزيره، وهي قصدها في انه بعض البدلات ما حتزيدها، يعني ما المرتب، المرتب ده ما قرار واتخذ ما في طريقه، لكن في بعض البدلات. السؤال ما المرتب؟ السؤال انه المفروض في الميزانيه توضع برضه ميزانيه لما يحدث، يعني حوادث مثلا جائحه كورونا يؤثر سلبا على كل العالم، لكن في حوادث ثانيه بتؤثر سلبا على الاقتصاد او الميزانيه العامه، فبيقلل او بيتم تقليل الايرادات مقابل الصرف يعني. لا ما بيقلل الايرادات، ما هو اللي بيقلل الايرادات انكماش الانتاج. انكماش النشاط او عدم القدره بتاعت الدوله على تغطيه قطاعات الاقتصاد ككل. يعني ده بالنسبه للايرادات. الدوله ما قدرت تلقط الايرادات قروشه، ده موضوع ثاني. لكن المصروفات بالتاكيد بتزيد. المصروفات بتزيد ما بس فقط لجائحه كورونا، برضه للتضخم. لانه اي بند من البنود ديكي حيتقلص ما لم الحكومه تدعمه. يعني مثلا الادويه اللي هو بالنسبه لجائحه كورونا، اذا ارتفعت اسعار الحكومه هنا في بنود الموازنه غصبا عنها حترفع البنود. حتى لو كانت راصداها باقل، لانه اسعار الادويه زادت. وخصوصا هي معتمده على قطاع خاص. بالضبط. فدي حق فاقم الانفاق. مع تقليص الايرادات العجز بتاعك لازم يفتح. فانت رفع دعم اي حاجه بيؤثر على الاسعار بتاعت البنود كلها في الميزانيه بتاعتك، تلقائيا الموازنه العامه كلها تفتح، قصدي العجز بتاع الموازنه كله يفتح. واكثر مما انت بتتصور. السبب البسيط هو في كثير جدا من بناء الموازنات في العالم برا بتؤخذ من منظور بيسمى الاقتصاد السياسي، بحسابات الاقتصاد السياسي وليست بحسابات نقص ده وزيد ده، حساب بتاع ابتدائي ده، نقص ده وزيد ده وخد ده هنا وكان عالجنا دي ونعملها هنا. يعني هو بيحاول يرتب المصروفات بتاع زي ميزانيه الاسره. لا، في ميزانيه الدوله ما يخلص. اقتصاد سياسي يعني شنو؟ الاقتصاد السياسي اللي هو انت بتراعي كل الابعاد اللي موجوده داخل البلد، علاقاتك الخارجيه، الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي نفسه. يعني بكل شمول واسع. هل هو مطبق حاليا يعني بعد الوضع ده؟ عيني للميزانيه وانت تعرفي. ما هو مطبق. جميل. طيب يعني دكتور ذكرت انه يعني مرارا وتكرارا بيتم رفع الدعم عن كثير من الاشياء، المحروقات وغيرها. بيتم رفع الدعم لكن ما بيكون في نتيجه، يعني الخطه الفعليه اللي بيكون المفروض تكون متبعه والصحيحه لرفع الدعم شنو بالضبط عشان ما نقدر نحن يعني نخلي الموازنه تكون موازنه حقيقيه وفعليه بالنسبه لمعيشه المواطن، اضافه لانه السودان بيفخر بالعديد من المنتجات اللي قد تكون هي منتجات تزيد من الدخل، ترفع من الاقتصاد، تزيد من ميزانيه الدوله، موارد كثيره جدا في السودان ما مستقله بالصوره الصحيحه. الخطه اللي ممكن اقول هي فعليه او الحلول الممكنه لعمليه رفع الدعم عن المحروقات وغيرها من الاشياء وعمليه الاستفاده من الموارد الموجوده في السودان. الشعب السوداني لسوء حظه انه شعب فقير يمتلك دوله بها موارد زاخره الوفره. فنحن فقراء في وسط الوفره، دي ظاهره يعني ما صعبة جدا، ما لائقة يعني بوطن كالسودان يعني. رفع الدعم، دائما الدول هناك ما بتحاول ترفع الدعم بقدر ما هي بتحاول أن تعالج هذا الدعم، وبتعالجه من خلال السلع اللي هي أصلا بتدعمها. يعني صعبة جدا. يعني هم طبعا الصندوق النقد الدولي طوال يقول لك ارفع الدعم، الدول الثانية بتحاول تعالج يعني بتقضي على الدعم بطرق ثانية. المشكلة احنا ما بنلجأ للطرق الثانية وكثيرة جدا جدا وسهلة يعني. طيب لكن هذا الرفع الدعم بيؤثر على التضخم. انا بس داري اقول لكم حاجة، انت قبيلك تكلمتوا عن الاسعار الزايدة كل يوم
الأسعار دي خطر على الثورة، وأنا بقولها بكل ثقة. بمعنى؟ مهدد أكبر للحرية اللي دفع فيها الدم والجروح. يعني الدم كان في كان شهدانا ولا كان جرحانا، ودي مسألة غالية جدا. ارتفاع الأسعار المتواصل ده خطر على الحرية، وده متفق عليه في كل المدارس صحيح. الاقتصادية صحيح. يعني كان حتى عندما خرجت الثورة خرجت من أجل الغلاء المعيشة والجانب الاقتصادي، لكن تمددت أيضا لتغيير نظام بأكمله. لكن في إشارة أخيرة في الختام، يعني أنت عضو في اللجنة الاقتصادية منذ أن بادرت اللجنة الاقتصادية، ولكن ما في تفاصيل ملموسة على عرض الواقع بالنسبة للمواطن في معاشه أو بالنسبة للتضخم والزحف الحاصل سواء كان الدولار أو التضخم في البلاد عموما. يعني ما المطلوب وما المتبع الآن في اللجنة الاقتصادية يعني؟ وهل في زمن معين مقياس ممكن نقول انه الحياه دي كلها تقيل يعني؟ نعم، في اللجنه الاقتصاديه اول حاجه ما بتتخذ القرار بتاع الميزانيه، مستشار اللجنه الاقتصاديه، مجرد مستشار وجهاز توعوي للمواطن. يعني دي كل النشاط بتاع الاساسي المفوضه به يعني او الموكوله لها يعني. فانت ما بتقدر تلوم اللجنه الاقتصاديه في الوضع الحاصل ده. اللجنة الاقتصادية عندها برنامج يسموه البرنامج الإسعافي، وعندها بدائل بتعالج المشاكل في 6 شهور. يعني الوضع ده كله بينقلب والمسار بتاع السالب بينعكس لإيجابي في 6 شهور، يبدأ الاقتصاد في التوجه نحو الإيجابي واللي هو بيأثر إيجابيا. طيب الموقف شنو القلبة دي يعني؟ أنا شايفه إنه بسمع يعني دائما يقول لك والله يا أخي ناس اللجنة الاقتصادية ما عندهم برنامج موضوعي. ما بعرف برنامجهم اللي بيطبقوه واللي ممشي البلد بداون ده موضوعي؟ لا ما موضوعي، لكن خلال الاستعانة بخبراء اقتصاديين هو مفروض يقرأ، يكون في استعانة يعني يقرأ ويناقش. يعني ما بس انت تقراها وتدي رأيك، ده مفروض تقرأ وتناقش عشان تعرف بالضبط اذا كان موضوعي ولا ما موضوعي. انا خلي اشراك المواطن في العمليه الاقتصاديه مهم جدا، سواء كان من ناحيه انه وضع موازنه معينه مختلفه او خطه معينه للخروج بحلول، او حتى من خلال انه المواطن نفسه يدعم المنتجات المحليه. بجد المواطن برضه عنده دور كبير جدا في تاثير الاقتصاد، باعتبار انه هو بيلجا للمنتجات الخارجيه وغيرها. نحن نشجع المنتجات المحليه، الموارد المحليه، عشان ما نقدر من خلالها نرفع من اقتصادنا بصوره كبيره. الموضوع كبير جدا ما بين التغشف والانكماش الاقتصادي، لكن الزمن ضيق جدا معقد وشائك، لكن ان شاء الله يكون في حلول واضحه في القريب العاجل. شكرا دكتور وائل فهمي بدوي الخبير الاقتصادي على هذه المساحه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. يعني برضو رسائل موجهه بالنسبه للحكومه، المواطن ضاق خلاص يعني بالنسبه للتفاصيل الاقتصاديه والمعيشيه وارتفاع الاسعار والتضخم اللي هو في زحف متواصل بالنسبه للسودان. نتمنى انه تفعل القوانين ويردع كل ما يتلاعب بقوه المواطن وتضع حلول سريعه التنفيذ مباشره، سواء كان بتقليل الايرادات والمصرفات وتدعيم الانتاج المحلي، الوقف التام جدا للاعتماد على الهبات الخارجيه، تفعيل القوانين الداخليه وتفعيل ايضا الانتاج